منزل 7000 فرخ هجين. منزل 7000 فرخ هجين. عمرهم النهاردة 20 يوم. تمام. واخدين تحسينات الهيتشنر والجمبورة ومنزلوا أمبرول وأوكسي في المية. تمام. ولكن فوجئت النهاردة الصبح بنافق يعدي 2000 فرخ. تمام تمام. فشرحتهم والدكتور كتب لي على حجم كده سيفوتاكس وحاجات من دي. فحجنتهم الظهر وبرضه النافق لسه شغال. طيب بص يا بص يا استاذنا، انا خلي بالك من الحته دي كويس قوي وخليك معايا، يعني مهم قوي لما نيجي نشخص ما نعتمدش على ان انا اشخص الامراض الفيروسيه فقط او من الاعراض الامراض الفيروسيه. في حاجتين لازم تحطهم معاك في حسبانك وانت بعد بالذات بعد 20 يوم 20 يوم من العمر، اللي هي ايه؟ مضادات السموم، مضادات السموم والايكولاي. الايكولاي ومضادات السموم مهم جدا ان انت تبقى عامل في تركيبتك ضايف مضاد، بالذات العمر لما تلاقي فيه مشاكل في عمر بعد 20 يوم بعد الفتره الاولانيه دي كلها في نفوق، يبقى اتجاهك يروح لمضادات السموم او السموم الفطريه، اللي هي السموم الفطريه في العلاي في العلاي عندك بالذات، اكيد العلاي فيها سموم فطريه عاليه جدا، وتبص برضو للاشريشيا كولاي او الايكولاي. اشكرك يا استاذ خالد، وانا عشان هناخد اتصال تاني ونرجع لحضرتك. ده يا اخوانا بالنسبه للموضوع، بالنسبه للاستاذ خالد انا دايما بقول في اليوم العشرين لو لقيت فيه نفوق عندك بعد 3 اسابيع تبص على مش الامراض الفيروسيه بس، مش الانفلونزا الطيور، مش نيوكاسل، مش جامبورو، لا، او بص عليهم بالاضافه الى انك تبص للعلب بتاعك فيه سموم فطريه ولا لا، خاصه لو انت مستخدم حاجات. عايز اكد على موضوع النفوق اللي هو بعد 20 يوم من عمر 20 يوم، خلي بالك من السموم الفطريه، خلي بالك من العلب بتاعك وبص على السموم الفطريه لانها بتحصل كتير جدا، خلي بالك من الايكولاي، خلي بالك من الاشريشيا كولاي. مهم جدا ان تبقى لما يحصل نفوق عندك خد العلف بتاعك روح لاقرب معمل قول له حلل لي سموم فطريه واعرف ايه السم اللي موجود عندك.